الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد بما أنت أهله، لك الحمد الجميل، لك الحمد الحسن والثناء الجميل، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا صغيرة أو كبيرة، في سر أو علانية. اللهم لك الحمد بكل نعمة علمناها وكل نعمة لم نعلمها. اللهم لك الحمد بكل نعمة شكرناها وكل نعمة لم نشكرها. اللهم لك الحمد حمدا يكافئ نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبرت علونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد حمدا دائبا أبديا سرمديا ما دامت السماوات والأرض. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على ما بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا أنت ولا رب سواك، أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. اللهم لك الحمد قيام السماوات والأرض وما فيهن. اللهم لك الحمد ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أسرار الصلاة وابن القيم عليه رحمة الله. والصلاة قرة عيون المحبين وهدية الله للمؤمنين، فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين، لذة نفوس الخاشعين. دي اللي وقفنا معها وطولنا النفس فيها، فلو احنا وقفنا مع كل واحدة من دول فمش هنخلص، فننتقل إلى محك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. محك أحوال الصادقين، الصدق، علامة الصدق مع الله عز وجل الصلاة. حضرتك عايز تظهر حقيقة العبودية، تظهرها في الصلاة، عشان أميز بين صادق وأميز بين مخادع. الصلاة حضرتك دايما الفيصل بين الإيمان والنفاق، الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الجليل لم يربط الكسل إلا بالصلاة، ولم يربط الكسل عن الصلاة إلا بالنفاق. فالنهاردة عشان أنت تظهر صدقك، أخبر صلاتك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف المنافقين، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله عز وجل في وصف المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فأصبح المنافق كده، حتى لما يكلموا عن علامات المنافق يقولوا أن المنافق أمام الناس ينشط، وإذا خلى فإنه إيه؟ يكسل. عشان كده يقولوا إيه؟ أنه ما قام الليل منافق، أو ما قام من الليل منافق. هيقوم الليل هو عايز الناس تشوفه عشان تقول أنه بيصلي. طب هو هيقوم لي مش هيقوم. عشان كده قال إيه؟ قال الرجل، قال إذا رأيت الرجل يفرط في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، مفيش أمل فيه. النهاردة حضرتك عايز تعرف أخبار حضرتك إيه؟ الصلاة. أنا قلت لكم قبل كده كلمة الإمام أحمد عليه رحمة الله، قس قدر الإسلام عندك على قدر الصلاة عندك. الصلاة هي دي المعيار، هي دي رمانة الميزان بتاع الإسلام. إذا لقيت نفسك الصلاة دي أهم حاجة، إذا أذن المؤذن فأنت لا تنشغل بشيء إلا بالصلاة، هي دي محك أحوال الصادقين، هو ده الصدق بعينه. عشان كده حتى من العجيب هتلاقي الحديث هيجي معنا، حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال كده، قال يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من صلى لله 40 يوما في جماعة. هي دي نفس الفكرة بتاعت إيه؟ إذا رأيت الرجل يفرط في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يبقى أنت 40 يوم الفجر قبل الإمام ما يخش في الصف، وقبل ما يكبر، وقبل ما يعمل أي حاجة، أنت واقف في الصف ومستعد. الإمام بيقول الله أكبر وأنت جاهز بتقول الله أكبر.
40 يوم بالهيئة دي كده أنت مستحيل تبقى منافق. الشيخ محمد إسماعيل المقدم ربنا يحفظه كان عامل شريط زمان اسمه من صلى لله 40. هو الشريط كان زمان صوته رديء شوية بس استمتع. قال ما من أحد قام بهذه 40 إلا ووجد أثرها فيه. ليه؟ ما بقاش منافق. هكون انك انت تبقى حريص 40 يوم لا تفوتك تكبيرة الاحرار لازم تبقى في اثر. فهذه الصلاة هي محك احوال الصادقين. الشيخ بيقول فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم. انت عارف الحب اللي شغال ما بين الايام دي ما بين الصبيان والبنات حب تملك، هو عايز تبقى بتاعته وهو يبقى بتاعها. لكن حبك لله عز وجل هو عايز منها حاجة وهي عايزة منه حاجة. لكن حبك لله الله لا يريد منك شيئا البتة، هو مش عايز. أنت الله يريدك لك. ابن القيم عليه رحمة الله لما يتكلم في اسم الله الشكور بيقول إيه؟ بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيديك المال ماشي، ثم يبلغك المصاب ماشي ماشي، ثم يمتعك به سنة ماشي، ثم يطلب منك القليل ماشي ماشي، ثم يكافئك على القليل بالكثير. يبقى مين الشكور؟ الله جل جلاله. فأنت النهاردة لما تصلي فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل لو أن أهل السماوات والأرض أهل الثقلين اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زال ذلك في ملك لهم شيء. فالمحك هنا إنك أنت عبادتك هتنفعك أنت، صلاتك هتنفعك أنت، قيامك هينفعك أنت، قرآنك هينفعك أنت، صدقتك هينفعك أنت، ذكرك هينفعك أنت، كل أعمالك هتنفعك أنت، لن تنفع الله في شيء. فهي النهاردة فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب المحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودين. الحتة دي معلش هي محتاجة توضيح فخلوني أوضح كده وأنا ماشي بعد إذنكم. يعني حضرتك بتسمع الشيخ وهو بيقرأ يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك بدأت تسرح فبدأت تفكر في نعم الله جل جلاله، فافتكرت نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام. الإمام ما وقفش، الإمام قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأنت سرحان. طب حضرتك كده خاشع؟ آه ما أنا بفكر في نعم الله. لا، حضرتك انشغلت بالحمد ونسيت الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وإياك نعبد. فالنهارده انت ما اديتش الايات اللي بعديها حظها من العبوديه، انت اديت لايه واحده حظها من العبوديه، فمعنى كده ضيعت حظ هذه الايات. عشان كده كان رجل من السلف قالوا له ايه؟ قالوا له ايه؟ قالوا له اتفكر في شيء في صلاتك؟ وانت بتصلي انت بتسرح في حاجه؟ قال لهم اه. قيل وما هي؟ قال الجنه والنار. فلو انا واقف وبصلي فانا ظني ان انا لو بفكر في جنة والنار انا خاشع، مع ان الراجل بيقول لا انا كده مش خاشع، لان لما فكرت في الجنة والنار انشغلت. يعني انت حضرتك في الركوع عندك عبودية سبحان ربي العظيم وعبودية الركوع الثناء على الرب، بعد رفع من الركوع عبودية الحمد، في السجود عبودية سبحان ربي الاعلى، في القعدة بين السجدتين عبودية الاستغفار ربي اغفر لي، عبودية السجود. فالنهارده لابد انك انت كل ركن من اركان الصلاة تعطيه حظه من العبودية. فانت لازم خلي بالك بس ركز عشان برضو الصلاة ما هيش شيء سهل. يعني ايه؟ كتير منا فكر انه مجرد انه دخل في الصلاة فجت آية فخشع فيها فبكى خلاص كده انا حققت كل المطلوب من الصلاة. لا، الناس اللي كانت بتصلي ما كانتش كده. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليلة كاملة يردد في آية. طيب آية واحدة طول الليل اه، لان بتتوارد على ذهنه معاني. يعني يقول ايه؟ إيه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يجي معنى يقراها تاني بمعنى تاني بمعنى تالت بمعنى رابع بمعنى خامس بمعنى سابع بمعنى الف، كل ما يرد الايه فخلص من كتر ورود المعاني الجميله على قلبه. فمن جمال المعاني دي مش قادر ان هو يسيب المعاني دي، فتجذب قلبه وروحه اليه ايات المحبه والودات والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم
وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه، فلما آسفون انتقمنا منه، العادلين به عن غيره، المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وتعالى وقد تجلى في كلامه، فيعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله عز وجل، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب، كما قيل وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. المعاني ما تخطر على القلب، يعني لما ربنا يعني بيكلمه في نقطة جميلة، بيكلمه في سر لطيف جدا. ايه هو السر؟ السر هو سر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر في اليوم 100 مرة؟ قال اني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فبيقولوا ان السر ده مرتبط بالحديث بتاع الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل انك تواصل قال اني لست كهيئتكم، ان ابيت عند ربي اطعم واسقى. ابن القيم عليه رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول وقد اساء الظن من قال ان الطعام والسقي على الحقيقه، بل هو طعام معنوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه وبيصلي، فيفيض عليه من فيوض علمه وفتوحاته. فمجمل الكلام في معناه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في درجة من التركيز او في درجة من الخشوع او في درجة من العلم. فاليوم الثاني فتح الله عليه بفتوح ومعارف وعلوم لم تكن عنده من قبل. فالنهاردة كان في الدرجة دي، عيل الدرجة دي، فهو في الدرجة دي حاسس بحلاوات وجمالات وفتوحات ما كانتش في الدرجة دي، فبيستغفر انه ما كانتش في الحلاوة دي. طب مش فاهم، افهمها لك حاضر. حضرتك كنت ايه بتقرأ كل يوم خميس بتصلي في مسجد، فالامام بيصلي بالسجدة والانسان، فانت واقف فمستطول الصلاة لانك انت ما كنتش قريت السورة، فسمعت واحد قال لك ايه قبل ما تروح الصلاة اقرأ السورتين دول، فانت بدأت تقرأ، فالامام بيقرأ وانت ايه فاهم جزئيا الاية اللي جاية، وبعد قلت بدل ما انا بقرأهم ما احفظهم فحفظتهم. في فرق كبير جدا. طيب فقالوا لك بدل ما انت حفظهم ما تقرأ تفسير بسيط، فقريت تفسير بسيط، فالشيخ بيقرأ وانت عارف الاية اللي جاية وعارف معنى الاية اللي هو بيقرأ فيها. حضرتك بدل ما تقرأ تفسير، عندنا تفسير بالكلام بالقرآن، عندنا تفسير بالسنة، عندنا تفسير بكلام العرب، عندنا تفسير بإشارة، عندنا معاني، عندنا شرح. فحضرتك قريت 3 4 5 6 تفاسير، تخيل وانت مش حافظ زي وانت حافظ. لا، في فرق كبير. هو لذة الصلاة، يعني هو ده بقى انك انت كنت في حال فاتنقلت الحال لحال لحال لحال. تخيل بقى ان الراجل بيقرا وانت فاهم كل كلمه بيقولها، والايه اللي جايه انت عارفها، والايه دي انت عارفها، والايه اللي قبلها انت عارفها. لا، فده حل يختلف تماما. جربوا الفكره دي هتستمتعوا جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حب الصلاه، وان يرزقنا حب الصالحين من عباده، يقذف حبنا في قلوب الصالحين من عباده. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين من عبادك. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه اجمعين.